اسمحوا لي أن أتحدث بلغة مختلفة، لقد كنت أتحدث مع صديقي الرجل المستنير الدكتور سمير فرج الوزير المحافظ عن أهمية هذه اللقاءات. إنها ليست فقط بيعة لشخص على الإطلاق، ولكنها قبل كل شيء تأمل في وضع وطن مصر. كما تعلمون محاصرة إعلاميا. السيسي ولع نار يا غنين عليا يا اسكندرية. معايا إن شاء الله أنا بطاقة الانتخاب بتاعي في باب شرقي، قابلوني هناك إن شاء الله يوم الانتخابات. وشكرا. بس أسمحكم نيابة عنكم، عايز اكتب جواب وابعته للرئيس عبد الفتاح السيسي، جواب بسيط جدا. هقول له رئيسي عبد الفتاح السيسي اشكرك، واشكرك على حاجات كتير قوي. حبيبي الرئيس عبد الفتاح السيسي اشكرك انك رجعتلي مصر تاني، رجعتلي هيبة الدولة مصر تاني. مصر في مصر أول بلد عرفت صناعة السينما مصر. في ناس بتقول فرنسا واحنا بعديها بسنة، لا أول فيلم سينمائي فرنسي اتعرض في مونبلييه نفس التوقيت اللي اتعرض فيه أول فيلم سينمائي مصري هنا في اسكندرية. عمر صناعة السينما أكثر من 120 سنة. أول بلد عرفت الآلات الموسيقية والغنى، أول بلد عرفت الكتابة، أول بلد عرفت الرسم والألوان والنحت والتماثيل، كل ما له علاقة بالإبداع والابتكار والاختراع والذكاء والعبقرية أساسه أوله وتانك مصر. وبسبب هذا الموروث الثقافي اللي ممتد لآلاف السنين قدرت البلد دي تحافظ على هويتها لغاية النهارده.